رسالة إلى شيعة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها المنتظرون، أيسركم أن تكونوا من أصحاب القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ إذن فكونوا كما قال الصادق من آل محمد عليهم السلام: من سره أن يكون من أصحاب القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق، وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا وانتظروا. هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة، فكونوا أفضل الناس تقوى وورعا، وكونوا أحسن الناس سلوكا وأخلاقا، وكونوا مع ذلك لأمرهم من المنتظرين وللفرج من الداعين. يا ابن الحسن، أتدري بأن الطفوف لظى إلى الآن يلهب وجه الزاب؟ يا صاحب العصر، أكحل لنا همونا مع متنا غبار الفتن. سلام عليك إلى أن تقوم، سلام موال صداه الشجن.